مش 5 دقايق وسمعنا ضرب نار، قالوا ده الملثمين موتوا جوزك على الكوبري. كانت نازلة حاملة مسلحة، عربية ملاكي مسروقة ومعاهم 2 مسلحين، فقعدوا يضربوا نار وخلصوا عليه. كانوا ضاربينه فعل فاعل، ولا كان يعرف حد. ده واحد جاي يقول له تعالى نشتري مكنة. طب هو اتقتل ليه واشمعنى هو بالذات يعني؟ معرفش، هو كان واقف من ضمن اللي واقفين. طب هو كان بيحوش عن حد او لا. هم قالوا له ان هو انت مثلا راحوا يخطفوا واحدة؟ احنا سمعنا من البلد ان هم كانوا يخطفوا بنت صغيرة فهو حاش عنها فهم. لا، ده كان واحد بيعاكس واحدة، واللي اتعكست دي هما نزلوا حملة نزلت عشان اللي اتعكست دي فموتوا جوز. يعني حملة ايه؟ حملة ملثمين. ملثمين مش حملة شرطة يعني؟ لا، حملة ملثمين. انتوا بتسلموها حملة هنا يعني؟ اه تمام. نزلوا هنا ملثمين في قلب البلد، ودي مش أول مرة. قبل كده برضو نزلوا عشان يخطفوا واحد جنب المحل بتاع جوزي، اسمه وزة، هو اسمه محمد عبد الباري.